صباح الخير يا أطفال، صباح الخير يا حلوين. أنا اسمي سناء زرعينة، أنا مربية صف بستان، وأنا اليوم أجيت أشارككم بلقاء صباح الخير يا رمضان. وأنا كثير كثير سعيدة إن أنا موجودة معاكم. قبل ما نبدأ اللقاء حابة نغني مع بعض أغنية كلياتكم بتعرفوها، أغنية صباح الخير. يلا نغني مع بعض، يلا. صباح الخير يا حلوين، صباح الفل والياسمين، كيف الحال يا شاطرين، مبسوطين وفرحانين. يلا نضحك ها ها ها، يلا نزقف زقفنا، يلا نضحك ها ها ها، يلا نزقف زقفنا، مبسوطين وفرحانين، مبسوطين وفرحانين. صباح الخير للحلوين، أنا بتمنى عن جد تكونوا مبسوطين وفرحانين. بتعرفوا اليوم أنا أجيت عشان أحكي لكم عن إشي كثير كثير بتحبوه بشهر رمضان، اللي هو اللمات وجمعات العيلة. رح نحكي كمان عن السهرات بشهر رمضان، ورح نحضر مع بعض مائدة الإفطار بشهر رمضان وقت اللمة، وكمان مش رح ننسى الحزورة اللي نسمعها كل مرة بلقاءاتنا بصباح الخير يا رمضان. قبل ما أبدأ أحكي لكم عن اللمات بشهر رمضان، أنتوا يا أولادي بتعرفوا شو يعني لمة؟ شو بتذكركوا هاي الكلمة؟ شو بتتذكروا لما تسمعوا كلمة لمة؟ مظبوط، جمعة. اللمة هي جمعة، اللمة هي جمعة. طيب وين إحنا بنجتمع؟ إحنا بنجتمع بالمناسبات، مظبوط، بأعياد الميلاد، لما يكون في عيد ميلاد واحد من أفراد العيلة كلياتنا بنتجمع، الأبو والأم والإخوة والأخوات كلنا بنتجمع عشان نحتفل بعيد الميلاد وعشان نفرح وننبسط. وإنت كمان في نتجمع، إحنا بنتجمع كمان لما نطلع رحلات ومشاوير، لما نقرر نروح رحلة نتفق مع بعض ومنتجمع وكل واحد بيجيب شغلة ومنطلع مشوار على الطبيعة مثلا مع بعض، أو ممكن نعمل حفلة شواء في الطبيعة مع بعض، كل واحد يجيب شغلة ونقعد مع بعض. فالرحلات والمشاوير بتجمعنا وكثير كثير بتسعدنا. وانت يا أولاد كمان تذكروا معي، وانت كمان احنا منلتم ومنتجمع، وانت برافو عليكم بالأعراس. الأعراس هو أكثر محل فيه ناس بتتجمع، فيه ناس كثير بتجمعوا بالأعراس، منشوف أصحابنا، منشوف قرايبنا، منشوف جيراننا، منشوف أولاد حارتنا، منشوف ناس من زمان ما شفناهن، وكثير كثير بنكون مبسوطين بهاي اللمة. يلا فكروا معي كمان، وين تم نتجمع؟ وانت كمان غير العراس، وانت نتجمع كمان بموسم الزيتون. يا الله ما احلى اللمة بموسم الزيتون. من اكثر اللمات اللي انا بحبها هي لمة موسم الزيتون، بالذات لما كلياتنا بنطلع مع بعض عشان نتساعد ونتعاون عشان نقطف ثمر الزيتون. بتعرفوا لمة الزيتون بإيش بتذكرني؟ بتذكرني بحكاية حكيت لكم إياها. بتتذكروا يا أولاد حكاية شجرة الزيتون؟ فيها جملة كثير حلوة بيقولوا فيها، الجد جمع أولاده والكل حضر حتى أحفاده. يعني بالزيتون كمان الكل بحضر والكل بيجي والكل بيفزع، بسموها فزعة، الكل بيفزع عشان يتساعدوا عشان يتعاونوا. ويا الله ما أحلى أجواء الزيتون لما كلياتنا بنقعد على الأرض ومنفطر افطور بالطبيعة. يا الله ما أحلى جمعة الزيتون، التعاون والمشاركة فيها قديش حلو. هاي أحلى إشي بلمة الزيتون. تعرفوا يا أولاد كمان وإنت إحنا بنتجمع في لمة بتحبوها كثير، من أحلى اللمات اللي أنتوا بتحبوها واللي بتكثر إسا بهاي الفترة،
احذروا احذروا اي لمة، احنا كثير كثير منحبها، هي لمة شهر رمضان. يا الله ما احلى لمات شهر رمضان، لمات لما العيلة كلها بتلتم بوقت واحد على طاولة الافطار، بعد ما كل واحد منا كان مشغول، بعد ما كل واحد كان عنا التزامات، كان صعب كثير نلتم بالأيام العادية. شهر رمضان بيرجع بجمعنا، شهر رمضان بيرجع بجمع شمل العيلة، كل العيلة الكبير والصغير كلهم بتجمعوا بوقت واحد على طاولة الإفطار. وأحلى أحلى إشي بهاي اللمة، احذروا شو؟ شو أحلى إشي بهاي اللمة؟ واو برافو عليكو، التعاون والمشاركة. بتعرفوا إنه إحنا بلمة رمضان الكل الكل بساعد، إشي بنقل صحون، إشي بيرتب طاولة الأكل، الماما بتطبخ، إشي بيرتب الكراسي على الطاولة، الكل بتجمع. وأحياناً كثير كمان منتبادل الحكاية ومنتبادل الحزازير والنكات، ومنكون كثير كثير مبسوطين بهاي اللمة. انتو يا أولاد احكولي شو بتشعروا لما بتلتموا على طاولة الإفطار؟ تشعروا انكو طايرين من الفرح، مزبوط؟ تشعروا انكو مكيفين، ليش؟ لأنه الكل موجود بهاي اللمة. يا الله ما أحلى لمات رمضان، وخصوصا إذا هاي اللمات كانت تجمع القرايب. يا الله أنا بتذكر يا أولاد، وأنا بتذكر أحلى إشي باللمة هي لمة القرايب، لما أبوي بعزم خواته، بعزم إخوته، وإمي بتعزم إخوتها وبتعزم خواتها، وكلياتنا منلتم ببيت واحد. يا الله ما أحلى لمة العزيمة. أنتوا يا أولاد في بصير عندكم عزيمة؟ أنا متأكدة إنه كلياتكم شاركتوا بالعزيمة. بتعرفوا بالعزيمة؟ ليش إحنا منعزم طيب؟ ليش إحنا منعزم؟ قولوا لي ليش إحنا منعزم؟ شو بدنا بهالغلبة؟ برافو عليكو، إحنا منعزم عشان نفرح الناس اللي حوالينا، إحنا منعزم عشان ندخل الفرحة للناس اللي منحبهن، إحنا منعزم عشان نقوي العلاقات داخل العيلة، إحنا منعزم صلة رحم. فإحنا لما منعمل عزيمة إحنا كثير منكون مبسوطين، ليش؟ لأنه الكل موجود، منشوف بعض، منلتقي على طاولة واحدة، نتحدث. كيف الأجواء بتكون بالعزيمة عادة؟ كيف؟ يلا تذكروا كيف الأجواء بتكون بالعزيمة؟ تخيلوا إنه في عنا عزيمة، كيف الأجواء بتكون؟ عشقة والضجة، أحاديث كثيرة، اللي بيساعد، اللي بيرتب، كل واحد بيعمل شغلة. فهاي من أحلى الأشياء اللي بتصير برمضان، إنه كلياتنا منتجمع وبكون كثير جو من الحب، جو من المودة موجود داخل العزيمة. وأحياناً إحنا مننعزم، مش شرط يعني إحنا نكون عازمين، مننعزم كمان إحنا مننبسط بهاي العزيمة. وأحياناً عائلات مثلاً، ممكن عائلات أصحاب جيران إخوة، بقرروا إنهم يأكلوا مع بعض، يلتموا بشهر رمضان، فكل واحد منهم بيجيب أكلاته، بيجيب معاه شغلات، وبيلتموا على مائدة الإفطار. وهيك العلاقات بين الأهل وبين القرايب، بين الصحاب وبين الجيران بتكون أقوى وبتكون أحلى، والكل بيكون سعيد بهاي اللمة. يا الله ما أحلى لمة الأصدقاء. بتعرفوا إنه الأصدقاء كمان والصحاب ببادروا كمان عشان يعملوا لمات؟ الصحاب بيتصلوا ببعض وبيحبوا يجتمعوا مع بعض بشهر رمضان، كمان ممكن يتفقوا مع بعض
إنه كل واحد يجيب معاه طبخة، كل واحد يجيب معاه شغلة، عصير، سلطة، شوربة، ويقعدوا بمحل واحد ويعملوا جمعة. وهاي من أحلى جمعات، من جمعات الصحاب اللي بتبادلوا فيها الأغاني والحزازير. يا الله ما أحلى هاللمات. ومن اللمات كمان الحلوة هي لما في إفطارات جماعية. كثير برمضان نسمع عن الإفطار الجماعي. أنا بتذكر وأنا صغيرة وأنا بصف الخامس وبعدي مش ناسي لليوم، لما عملنا فطور جماعي بالصف، بتعرفوا يا أولاد شو عملنا؟ كل واحد من الصف اتفقنا يجيب شغلة. إيش جاب؟ شوربة، إيش جاب؟ سلطة، إيش جاب؟ عصير، إيش جاب؟ مي. والتقينا كلنا بالمدرسة وعملنا مائدة إفطار. يا الله كانت ما أحلاها. وقعدنا مع بعض على مائدة الإفطار وأفطرنا وكيفنا وانبسطنا. وأحلى أحلى إشي، أحلى أحلى إشي إنه بمائدة الإفطار بعد الإفطار عملنا أمسية رمضانية. كيفنا بالأمسية الرمضانية، كان فيها مسابقات وكان فيها حزازير وكان فيها غناني دينية ورقصنا وانبسطنا. عن جد هاي أحلى ذكرى بتذكرها، هي فطور رمضان بالمدرسة. طبعاً الفطور الجماعي بتلاقيه موجود برمضان بكثرة، وين ما تروح في فطور جماعي، بالمسجد في فطور جماعي، الناس بتطلع أو عائلات وبتفطر مع بعض، أو في ناس بتروح بتحط فطور وبتعزم ناس ثانيين بالمساجد. وكمان الفطور الجماعي ممكن يكون بين ناس بيعرفوش بعض، مش بس بين ناس بيعرفوا بعض، بتعرفوا مرات الناس بيعرفوش بعض. طب بدكم تسألوني كيف يعني؟ كيف يعني ناس بيعرفوش بعض وبفطروا مع بعض؟ مظبوط، في أحيانا موائد إفطار بتنقام اسمها بسموها موائد الرحمن. هاي الموائد بتنعمل عن طريق متطوعين ومتبرعين بيعملوها، والناس بتتجمع هاي الموائد، بيكون ولا واحد يعرف الثاني. اللي بيجمعهن الحب، المودة، التآخي، هذا اللي بيجمعهن. عشان هيك هاي من أحلى اللمات اللي فيها إحنا فيها بنشعر مع الفقراء، مع المحتاجين، مع الفقراء والمحتاجين. فموائد الرحمن من أحلى الموائد اللي بتصير بشهر رمضان. طبعا ولا أحلى من السهرات الرمضانية برمضان، ولا أحلى، فيش أحلى من السهرات الرمضانية. واو، بعد اللمة، بعد اللمة شو إحنا ممكن نعمل؟ بعد اللمة العيلة بتلتم، كلهن بقعدوا مع بعض، بصيروا يتبادلوا الأحاديث، بصيروا يتبادلوا النكات مثلا، وأحيانا بحزروا حزازير، وأحيانا كمان ممكن يقرأ قرآن مع بعض. السهرات الرمضانية بتكثر بشهر رمضان، وبالذات في البلد وفي القرية، مش بس بالبيت. بالبيت بنصير نسمع عن إفطارات جماعية مثلا بالمركز الجماهيري، وبعد الإفطار في سهرة اللي بيجيبوا فيها مثلا مسحراتي، أو بيجيبوا فيها أناشيد دينية، أو بيجيبوا فيها مدائح. المركز الثقافي ممكن يعمل سهرة رمضانية، المكتب العام ممكن تعمل سهرة رمضانية، ومرات بيعملوا كمان سهرات رمضانية للأطفال مش بس للكبار. فالسهرات الرمضانية من أحلى السهرات اللي بتصير بحياتنا، واللي بيميزها إنها سهرات ليلية، يعني بتصير بالليل بعد الفطور. وهاي السهرات دايما بتخلاش من القطايف، بتخلاش من الزلابية، بتخلاش من المسابقات ومن الحزازير. يا الله شو بحب سهرات رمضان، كثير كثير بحب سهرات رمضان. وانت يا أولاد بتحبوا سهرات رمضان؟ أنا متأكدة إنكم بتحبوها، لأنه كل أفراد العيلة موجودين. إحنا كثير نكون سعداء لما كل العيلة حوالينا، والكل بتساعد، والكل بتشارك. واو، ما أحلى لمات رمضان. في كثير لمات بتصير برمضان أو بعد رمضان،
أكيد أكيد يا أولاد، إسا أنتوا قاعدين بتفكروا كمان وين إحنا منلتم؟ فكروا مع بعض وين كمان إحنا منلتم؟ أنا مش راح أقولكوا، راح أخليكوا تفكروا. إسا راح نسمع مع بعض أغنية، أنا أغنشودة رمضان. إسا يا أولاد بدنا نحكي عن مأكولات وحلويات رمضانية. اليوم مش رح نعمل طبخة ولا أكلة، بس اليوم رح نحكي عن طاولة الإفطار لما بيكون عنا لمة. طاولة الإفطار لما بيكون عنا لمة تتميز، أول إشي لازم تكون كبيرة عشان تسع عدد كبير من الناس. ثاني إشي لازم نهتم إنه عدد الكراسي يكون قد عدد الناس اللي بدهن يفطروا، وكمان عدد الصحون وعدد المعالق وعدد الشوك وعدد الكاسات تاعت الشوربة لازم تكون على عدد الناس اللي بدها تفطر. فإحنا لما نحضر طاولة الإفطار للصائمين دايماً بنهتم إنه لكل واحد يكون له محله. وكمان شغلة، طاولة الإفطار لما بيكون في لمة كثير بنهتم دايماً إنها تكون مرتبة، إنها تكون ألوانها زاهية. ممكن نحط على الطاولة فانوس، ممكن نحط شمعة، ممكن نحط وردة، بنرتبها اللي كمان تكون حلوة وتجذب الأنظار. فاللي بميز مائدة الإفطار وقت اللمات إنه الكل بتساعد في تحضيرها، كل أفراد العيلة بتشاركوا وبتعاونوا. هاي أحلى إشي بمائدة الإفطار في اللمات. طبعاً فيش مائدة إفطار باللمات بكون فيش فيها حلويات. عروس الطاولة القطايف والتمر والزلابية. فدايماً قبل ما نفطر إحنا بنقرأ دعاء الإفطار. تعالوا نتذكر دعاء الإفطار مع بعض. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تفضلوا يا حلوين على الطاولة، صحة وهنا. وإسا وصلنا لفقرة حزورة فزورة. انتوا بتعرفوا يا أولاد إنه إحنا مبارح حزرناكوا حزورة، وإحنا أنا كثير مبسوطة من تفاعلكوا بالحزورة. شفت إجاباتكوا على صفحة الفيسبوك بالماسنجر على قسم التعليم قبل الابتدائي. وكمان هاي الحزورة اللي بدي حزركوا إياها إسا بدكم تجاوبوا عليها بالماسنجر على صفحة الفيسبوك على قسم التعليم قبل الابتدائي. يلا نسمع الحزورة. بتأثر بالشمس كثير، وطول الشهر شكلي بتغير، في أوله بظهر صغير وبنصه بكون مدور. مين أنا؟ حزرتوني؟ بعيدها كمان مرة. بتأثر بالشمس كثير، وطول الشهر شكلي بيتغير، في أوله بظهر صغير وبنصه بكون مدور. أكيد عرفتوها. اللي عرف الجواب يروح على الماسنجر على صفحة الفيسبوك قسم التعليم قبل الابتدائي، وهناك يحط الجواب، وإحنا أكيد أكيد رح نشوف جواباته، وأنا متأكدة إنكم رح تعرفوا الإجابة. عن إيش اليوم حكينا يا أولاد؟ حكينا عن اللمات الحلوة بشهر رمضان، حكينا عن قيمة المشاركة والتعاون بين أفراد العيلة، تعرفنا على موائد الرحمن، وسمعنا أغنية حلوة عن رمضان، وكمان سمعنا حزورة جديدة. شو أنتوا بتقدروا تعملوا بالبيت يا أولاد بعد هذا اللقاء؟ أكيد أكيد أنتوا بتقدروا تشاركوا أهلكوا تحضير مائدة الإفطار، يعني طاولة الإفطار. وكمان فكروا بطرق كيف ممكن نزين مائدة الإفطار، كيف ممكن نعمل مائدة إفطار حلوة باللمة. وفكروا كمان كيف ممكن نعمل سهرة رمضانية حلوة بعد الفطور. وتنسوش تجيبوا الحزورة على صفحة الفيسبوك. أنا كثير 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 انبسطت اليوم معكم باللقاء، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. شكراً لكم يا أطفال، شكراً لإصغائكم. إلى اللقاء.